الأخبار المرة هذه يأتينا من الجزائر موقع أخبار عربية من خلال تسريبات يحكي على أنه مساعي لرجل أعمال جزائري لدفع مبلغ خيالي لأجل إطلاق سراح سامي الفهري. نسقوا بتحفظ الأخبار هذا لأنه صادر على موقع أخبار عربية وما سمعناش تأكيدات رسمية من محاميه أو من هيئة الدفاع عليه أو حتى من داخل عائلة سامي الفهري. رجل أعمال هذا يسعد ربراب اسمه يقال أنه تواصل مع زوجة سامي الفهري ومحاميه لإتمام الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح مالك قناة الحوار التونسي سامي الفهري. والسبب أنه زوجته زوجة رجل الأعمال هذه طلبت منه تنفيذ ذلك لأنها محبة كبيرة لسامي الفهري واتبع كل برامجه اللي قدمها بنفسه. وكان رد رجل الأعمال هذه بالموافقة على زوجته ويقول أنه سيدفع أكثر من 20 مليون دينار تونسي لإطلاق سراحه. نرجع ونقول أسوق هذه المعلومة بتحفظ لأنه هذا الخبر الذي أشيع ويتداول وتحكى فيه برشا بعد ما تم كشفه من قبل إحدى المواقع الإلكترونية. يهمكم ولا ما يهمكمش الأخبار؟ يهمني أنا زوز. يهمني وما يهمنيش. ما يهمكش بيه شو معناها ما يهمكش خولة؟ قل يهمني وما يهمنيش كيفاش؟ لولا ما يهمنيش على خطر ديما يخرجوا في ديزانفورماسيون نجم تكون صحة نجم تكون غلطة. معناتها كيما قالوا وقتها باش يخرج سامي الفهري ديزانفورماسيون كيما هكا كي يبداو غلطين راهو يضروا أكثر من ينفعوا. معناتها سا دون دو ليسبواغ لعائلته اللي هما يقراوا ارتيكل كيما هكا نجم يكونوا هما كيف كيف مش على علم راهو خاطروني ما هما ما عملوا حتى ديكلاراسيون دوك ينجم يعطيهم ان فوز ديسبواغ ويخليهم يستناو ويقولوا بالك شي صحيح خاطر ما تعرف واحد يبدا يتعلق بأي حاجة باش ينجم يمنع روحه. ويهمني دون لو سانس ان شاء الله ينجم يكون صحيح ان شاء الله يكون صحيح على خاطر نتمنى معناتها ربي يفرج عليه ان شاء الله يا ربي يخرج على قريب كسوسو على طريق رجل اعمال تزيري ولا معناتها القانون يخو مجراه ويحكمه معناتها ويخرج وكل شيء ان شاء الله ربي يفرج عليه ويرجع لعائلته وصغيرته.